عرفت كيف تربح أكثر من 56 دولار وهنا 85 دولار، وأيضا أرباح تصل من 520 إلى 58 دولار إخواني، أرباح صافية بدون تعب في مختلف الشركات، فقد تابعنا في هذا الشرح. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح من الإنترنت. اليوم ستتمكن من معرفة الطريقة الحقيقية لربح أكثر من 1000 دولار بدون احتكار، بدون ترك أي جزء لن نشرحه إن شاء الله في هذا الفيديو. سنقوم بسرد كل الأسرار في هذا الفيديو، فقط تابعنا في هذا الشرح وسنقدم لكم أسرار الربح من الانترنت للمبتدئين بطريقة بسيطة. هذه الطريقة قوية، أرجو أن تشتركوا في هذه القناة وأرجو دعمنا أيضا بتعليقات محفزة لكي نواصل. أيضا أعتقد أن مثل هذه الشروحات، مثل هذا الفيديو وهذا الفيديو، الخمس فيديوهات الأخيرة جيدة، أنصحكم بمشاهدتها ونتوجه للشرح مباشرة. أول شيء ستحتاج هذا الموقع القوي جدا الخاص بالبحث. هذا الموقع إخواني من أقوى مواقع البحث، محرك بحث من الدرجة الأولى، الكثير من الأشخاص يستعملونه. لماذا؟ لأنه فيه ميزة جيدة سنحتاجها. هنا تستطيع البحث على أي شيء تريد، على أي ملف، على أي مقال تريد ستبحث عليه. لماذا؟ لكي تبدأ في أول خطوة لربح من الإنترنت. ولنفرض أننا سنستهدف مثلا make money online، هكذا money online كمثال، make money online يعني الربح من الإنترنت. أضغط على بحث، ستجد الكثير من المقالات تظهر أمامك. هنا هذه إعلانات، ستجد آت، وهنا مقالات أو بحوثات. تستطيع الضغط هنا ستوجه إلى مقالات متصدرة لنتائج البحث، لكن نحن ما يهمنا إخواني سنقوم بالضغط على هذا الخيار هنا المتوفر في دوكيمو تعلم هنا، وهنا الربح الخاص بنا أو الطريقة لماذا عملنا بهذا الموقع الذي ستجد رابطه أسفل الفيديو. دعك من الإعلانات، ستجد آتس هنا، دعك منها، سنبحث فقط هنا إخواني على البي دي اف، المقالات الخاصة بالبي دي اف. هنا شاهد مقالة بي دي اف، مقالة بي دي اف، يقدم لك دوكيمو مقالة بي دي اف، وهنا بي دي اف، بي دي اف، بي دي اف، يعني الكثير من البي دي اف. وهنا ستجد مثلا موقع، قد تجد انه موقع، عفوا، بي ملف بي دي اف، جيد. ستضغط على تحميل احد الكتب، مثلا هذا كتاب make money claim online، تضغط على هذا الرابط سيتم تحميل الملف مباشرة. تستطيع فتح الملف، تم تحميله كما تشاهدون. سنعود هنا، ستجد أن الملف هنا تم تحميله، تقوم بفتحه open، ستجد الملف هنا خاص بالبي دي اف، تستطيع التعديل عليه، تستطيع وضع أي شيء تحتاج. هنا شاهد رابط الموقع، هنا المقالات كما تشاهدون، تم إضافة مقالات بالموقع. أنت تستطيع استهداف أي نيتش تريده. ولنفرض أننا إخواني نستطيع البحث على أي مجال تريده، ولنفرض أننا سنغير المجال ونستعمل مجال مثلا مهتم بإنقاص الوزن. لماذا؟ لأنه فيه ربح كثير وأشخاص كثر يبحثون عن ذلك. ستقوم بكتابة مثلا weight loss، وتقوم بكتابة مثلا fast هكذا، وتضغط على أوكي، ثم عفوا هنا فاست، وتضغط على اوكي. ستجد الكثير من المقالات او الملفات بي دي اف، يعني كتب الكترونية خاصة بانقاص الوزن. يكفيك فقط تحميلها. هنا هذا الكتاب تقوم بتحميله بضغطة زر، تضغط على اوكي، يتم تحميل الملف هنا. تضغط على اوبن، ستجد ان الملف احترافي، تستطيع التعديل عليه وبداية العمل به. هنا شاهد ملف قوي جدا، سيستفيد منه كل شخص يعمل به، كل معلومات متوفرة في إنقاص الوزن. أنت تستطيع اختيار أي ملف تريده، تستطيع الضغط عليه هنا مثلا هذا الملف، تضغط عليه ضغطة واحدة يتم تحميله مباشرة. هنا سنعود، أضغط هنا داونلود We close but no fish competition. سننتظر قليلا، فالإنترنت قليلة اليوم، جيد تم تحميله. تعود إلى أين تم تحميل الملف وتقوم بفتحه.
بعد فتحه كما تشاهد ستجد أنه ملف خاص بإنقاص الوزن وبطريقة احترافية. جيد، هنا ملف قوي جدا لإنقاص الوزن، أيضا ملف أن تختار الكتاب الذي يفيدك. هنا إخواني أنا اخترت هذا الملف، أعجبني كثيرا، Types Weight Loss Types، يعني نصائح لإنقاص الوزن. هذا هو كيف يظهر لك، أكثر من 10 نصائح لإنقاص الوزن. بعد تحميل الكتاب هنا نحتاج هذه المعلومات، سنقدمها لأشخاص لكي نقوم بالربح نحن أيضا بالطريقة التي سنشرحها. بعدها تحملنا الكتاب سنتوجه إلى هذا الموقع الخاص بتعديل الكتب. هنا ماذا ستفعل في هذا الموقع؟ كما تشاهدون عدلت من قبل الكتاب، سأضغط على sajda.com، سأترك لكم رابط، وأضغط على edit ثم upload file وأقوم بتحميل الملف. هنا سأبحث على الملف الذي سأستهدفه، هذا هو. بعدها سأقوم بالتعديل. أول شيء أريد حذف اللوجو، أضغط على هذا الخيار ببساطة، أقوم بحذف اللوجو هكذا. وأي شيء تريد حذفه تستطيع حذفه هنا، مثلا سأقوم بحذف أيضا هذا اللوجو، أيضا هنا أحذف هذا اللوجو. جيد، في الأسفل أيضا سأجد اللوجو وأقوم بحذفه. هنا أستطيع إضافة تكست، إضافة هذه الأشياء، شاهد إخواني كومنت أو تعليق مثلا على هذا هكذا، شاهد سيظهر باللون الذي أريد، مثلا لون أصفر لون أخضر، شاهد كيف سيظهر، وتستطيع تكبيره وكل شيء، تستطيع أيضا حذفه هكذا وتستطيع تعديله لكي يظهر بلون جيد. أقوم بحذفه بهذه الطريقة، هنا أيضا سأحذفه. هنا هكذا أقوم بالتعديل كما أريد. أيضا تستطيع مثلا وضع خط، إضافة تكس، تسطير عنوان، هنا مثلا تقوم بالتعليم هنا وتضغط هكذا ستسطر وتقوم بتلوين الجزء الذي تريد. إذا أردت حذفه فقط يكفيك حذفه بالطريقة التي تريد. أيضا هنا تستطيع اختيار هذه الممحات لمسح كل شيء، شاهد ستمسح كل شيء. هنا ايضا اذا اردت حذفها تستطيع حذفها هكذا حذف. كما تشاهدون ايضا هنا تستطيع امضاء، مثلا وضع امضاء الذي تريد، سينياتير، تضيف اي شيء تريده وتقوم باضافته كما تشاهد. ايضا هنا حذف، هنا تستطيع اضافة صورة اي شيء تريده، تضغط على New Upload وتضيف الصورة التي تريد. هنا الفورم تستطيع إضافة الفورم، مثلا هنا أريد إضافة شيء، أضغط هنا هكذا وسيتم إضافتها بطريقة التي تريد، يعني تستطيع التعديل على الملف بالطريقة التي تريد. ليس هذا فقط، تستطيع إضافة أجزاء كثيرة من هذه الفورمات كما تريد، شاهد تستطيع تقسيمه كل شيء. هنا اللينك هذا هو الذي سنربح منه، وأيضا التكست، تستطيع إضافة التكست، تضغط هنا فقط وتضيف التكست الذي تريد. ولنفرض أنني أريد إضافة الكول تو أكشن، هنا أضغط على التكست هكذا وأقوم بإضافة أي شيء أريده. هنا مثلا ستضيف كلمة خاصة بإنقاص الوزن، مثلا كليك هير فاست. هنا قمت بكتابة اكتب اضغط هنا، هنا اضغط هنا للحصول على السر لإنقاص الوزن سر إنقاص الوزن بسرعة. تستطيع أنت تغيير هذه الجملة كما تريد، نحن فقط نقوم بالشرح، أن تقوم بعمل أي شيء تريده. في هذا الخط تستطيع التعديل على الكولر إخواني، تضيف لون أحمر، شاهد اللون. الفونت تستطيع اختيار الفونت الذي تريد، مثلا هذا الفونت أو أي شيء تريده، أعتقد أن هذا الفونت جيد. هنا التكس تستطيع تكبير وتصغير التكس كما تريد. أيضا هنا تستطيع هكذا وضعها لوز ويت، أعتقد أنها جيدة. بعدها سنقوم بتكبير نوعا ما هكذا، جيد. هنا تعديل الخط، أيضا البولد. بعد الانتهاء إخواني من هذه سأقوم ب The Secret to Lose Weight. جيد، هنا سنبحث على رابط Affiliate. هنا تستطيع العمل بموقع Warrior Plus إخواني،
خاص بالافلييت، يكفيك الضغط على فري سين اب، تسجيل بالايميل وتبدا في الدخول الى الداشبورد. هنا الارباح الخاصه بنا، ساضغط على رولود. عملت على هذا الموقع من قبل اخواني وتحصلت على بعض الارباح بتطبيق احدى الطرق. هنا انت ايضا تستطيع العمل به، فقط يكفيك التوجه الى افلييت والضغط على اوفر، ثم بعد الضغط على اوفر ستختار اخواني الكاتيجوري اول اوفر، او تستطيع الضغط على الكاتيجوري، تسجل الكاتيجوري هنا فيزيتور سيل، تبحث هنا مثلا لوز ويت حسب النيتش الذي تريد، يضيف كتب خاصة بإنقاص الوزن وكل شيء. هنا افيليت ترانسكريبشن، سنضغط على لوز ويت ونختار العرض. إذا لم تجد العروض التي تحتاجها تستطيع الضغط على باي كاتيجوري وتختار من هنا مثلا ماركتينج، سي بي اي والسيرفيس. هناك ملاحظة، هذا الموقع إخواني خاص بالبرامج وأيضا الدروس والكورسات الخاصة بالسيو والترويج، لذا تستطيع استخدام مثلا موقع إمباكت أو موقع ديجيستور. هذا الموقع خاص بالأفيليت، تستطيع استهدافه وتستطيع استخدام كليك بانك إخواني، يكفيك فقط الضغط على أفيليت ماركتينج. إذا لم يتم قبولك في كل هذه المواقع يكفيك الضغط مثلا على إحدى المواقع التي شرحناها مثلا مورنيتش، فهي شركة خاصة بالأفيليت، أو تستطيع التوجه إلى الأنترنت وكتابة هذه الجملة افضل بدائل كليك بانك. هنا اخواني قم بكتابة افضل بدائل كليك بانك لربح من الانترنت اونسي لايف، قم بايقاف الفيديو واكتب هذه الكلمة المفتاحية، ستوجه مباشرة الى المقالة الخاصة بنا. 9 بدائل تستطيع الربح منها، هي حصرية اخواني وضعتها لك، اكثر من 9 اخواني شاهد الكثير، شركة ايباي، امازون اسوسييت، شيرسال، ماركت هيلت خاصة بالانقاص الوزن، جي فيزو، كثير من الأشياء مع الشروحات، روكن ماركتينج، السي جي أفيليت، الكثير من الشركات. فقط يكفيك الضغط هنا وقراءة المقالة، ستجد كل شيء وكل معلومات وكيف يدفعون وكل شيء في هذه المقالة. أنا مثلا سنعمل على نمور نيتش، نأتي إلى الأفيليت، نضغط هنا ثم نضغط على لوجين، بعد التسجيل فقط بالإيميل واليوزر نيم والباسورد. هنا سندخل الحساب الخاص بنا ونقوم بالدخول واختيار احد العروض. دائما انا اروج لعرض انقاص الوزن زوتريم، اعتقد انه جيد. تقوم بالضغط على اوفر، هنا ستجد بست اوفر من بينهم زوتريم او لينك بيلدر، ستختار اي لينك تريده. هنا الاوفر ساختار مثلا زوتريم هكذا واروج له بالضغط على كوبي لينك. الكوميشن تصل الى 40% اخواني، اضغط على كوبي، جيد 40%، وايضا توجد الاو بي سي، الضغطات ب 0.71 بعد تحقيق المبيعات. وهنا بعض المعلومات التي تحملها، تاتي الى الكتاب الخاص بك في سجده وتقوم بوضع الرابط هنا وتضغط على اللينك اخواني. هنا ستضغط على اللينك وتقوم بتحديد كل شيء هكذا، ثم ستقوم بوضع رابط الاحاله خاص بك بعد اخذه من اي موقع تعمل عليه وتضغط على اوكي. هنا اخواني بعد وضع الرابط كما تشاهدون هنا في الملف، ستضغط على ابلي تشانج ويتم تحميل الملف، تضغط على داونلود، الان اصبح الملف هنا في التحميل، جيد يكفي واحد. الان ستتوجه الى الفيسبوك او احدى مواقع التواصل الاجتماعي، وانا دائما انصح بالفيسبوك. هنا تبحث في الفيسبوك على لوز ويت، ستفتح فيسبوك اجنبي وتضغط على الجروب، ثم ستقوم بإضافة هذه الجروبات، انا منضم اليها. هنا مثلا اكثر من 114,000 شخص في هذا الجروب، ستضغط على اوبن. لكن كيف سنقوم بارسال الكتاب بدون صفحة هبوط بدون اي شيء؟ لديك طريقتين اخواني، انك ستقوم بتحميل الموقع او تحميل الكتاب الى موقع ميديا فاير وارساله، لكن ستحتاج اخواني الى صفحة هبوط مثل هذه. ستعمل على موقع سيستم ايو، شرحته من قبل كيف ستقوم بالعمل على موقع سيستم ايو اخواني، موقع شرحته في هذا الفيديو، لذا ساريكم فقط الاشتغال هنا في هذا الفيديو. اعتقد انني شرحت كيف ستشترك في سيستم ايو لانني قمت بشرح طريقة عمل في الموقع، جيد. بعد التسجيل في موقع سيستم ايو ستقوم ب
الدخول إلى الموقع تسجيل بطريقة عادية. تفتح الفانل هنا، ستفتح الفانل هنا، سأريك فقط الخطوات. تضغط على فانل ثم تضغط على كرييت فانل وتبدأ في اختيار الفانل الذي تريد. هنا عند الضغط على فانل ستضغط على هذا الخيار، تقوم بكتابة أي اسم، تضغط على كرييت بسرعة، وهنا ستحذف هذه الصفحة لا نحتاجها، ثانك يو باج، لأننا نريد فقط تحميل الكتاب. بعدها ستختار هذه الصفحة، مثلا هذه الصفحة أو هذه، هنا وجدت صفحة، هذه الصفحة، تضغط على سيلكت. سأقوم ببداية معكم ثم أضغط على إيديت من هنا. في بادئ الأمر إخواني نحتاج إلى نزع هذه الجملة، لا أحتاجها، أوكي. وهنا أيضا لا أحتاج هذا الإيميل أو إضافة الاسم، أيضا هنا لا أحتاجها. Download your free، مثلا هنا سأضيف free ebook، free ebook هكذا. وهنا سأحذف هذه لا أحتاجها كما هي، أوكي جيد. هنا أستطيع سحب هذه هنا، جيد، سأتركها هنا لا يوجد مشكلة. هنا فقط في هذه سأحذفها لا أحتاجها، فقط اضغط عليها وقم بحذفها من هنا. أيضا هنا تستطيع حذفها، أوكي. وتستطيع إخواني استخدام هذه الجملة ككول تو أكشن. هنا عند العودة هنا قمنا بكتابة هذه الجملة، كليك هير تو، هنا كليك هير تو جيت ذا سيكريت تو لوز ويت. هنا سأنسخ هذه الجملة، أضغط على التكست وأقوم بضغطها، وهنا أضغط على اللينك وأقوم بسحب اللينك هنا مرة أخرى. وهنا في الكتاب الخاص بي سأضيف هذه الجملة هنا، باس هنا، سأغير فقط كليك هير تو جيت ذا سيكريت تو لوز ويت فاست، جاست مثلا جاست داونلود فري ايبوك هكذا. وهنا ايضا داونلود فري ايبوك ناو، هنا ستقوم بكتابة الضغط عليها والضغط على هذا الخيار لكي نغيره في الاسفل، جوجل فونت. هنا سأقوم بالضغط على داونلود، فري ايبوك هكذا، جيد. هنا ستحمل الصورة التي تريد، صورة الكتاب، أو تستطيع التوجه إلى موقع كانفا واختيار صورة جيدة. هنا فقط نسينا شيء مهم إخواني، وهو تحميل غلاف للكتاب الخاص بك لكي يظهر بأنه كتاب جيد، وتجعل الزائر يضغط عليه فقط. هنا قم بكتابة كوفر في كانفا، كوفر كوفر، جيد. هنا سأضغط على كوفر وأضيف إيبوك، هنا كوفر إيبوك، جيد. ستجد الكثير من الكوفر، أو تستطيع كتابة فقط إيبوك هنا وستظهر لك إيبوك كوفر. هذا هو المقياس الذي نحتاجه، اختر المقياس الذي تريد. ولنفرض هنا أنني سأضيف مثلا لوز ويت، لوز ويت، أوكي. هنا ستجد الكتب الخاصة بإنقاص الوزن، أو تضغط على أي كتاب. شاهد هنا سأضغط على أي كوفر يعجبك، هنا أي كوفر يعجبك، ولنفرض أنني سأختار أحد الكتب، هذا الكتاب، أي كتاب تحتاجه. وهنا في خانة التمبلت تستطيع البحث على لوز ويت، هنا سأقوم بكتابة لوز ويت هكذا. ستظهر لي كل التمبلت الخاصة باللوز ويت، أو سأضيف صور فقط. هنا مثلا هذا كتاب لا أحتاجه، قم بحذف هذه كلها، حذف، أيضا هنا حذف، وهنا حذف، وأترك هذه. هنا سأقوم بالضغط على أبلود أو مثلا صورة، أقوم بكتابة لوز ويت، لوز ويت، وهنا سأختار أحد الصور هكذا، وهنا أقوم بكتابة The Secret to Lose Weight.
جيد هنا. هنا سأحذف هذه لا أحتاجها. عدل كما تريد. أعتقد أنه جيد هكذا. أضغط على داونلود من هنا. وهنا بي ان جي جيد داونلود. هنا في سجدة إخواني تستطيع إضافة الصورة كما تريد. هنا تستطيع إضافة صورة. أنسيري باج هير. تضغط هنا فقط في سجدة. ثم تضغط على إيماج. نيو إيماج. وتقوم بتحميل الصورة في التحميلات الخاصة بك هكذا. أوكي. هنا ستقوم بوضعها مثلا هنا. جيد. هكذا تستطيع تكبير وتصغير الصورة كما تريد هكذا. جيد. أعتقد أن الصورة جيدة. ثم أضغط على Save Apply Change. الآن سيصبح الكتاب الخاص بك تم تحميله. داونلود. داونلود جيد. نفس التعديلات. أعود إلى سيستم آيو. هنا في سيستم آيو سأضيف الصورة هنا. فقط أضغط على هنا Edit. وهنا حذف من هنا. والضغط على Upload. Select File. وأقوم بتحميل الصورة في داونلود. داونلود جيد. الصورة أوكي. ننتظر إلى أن يتم تحميلها. أعتذر عن الإطالة في الشرح إخواني، لكن هذه طرق لربح الإنترنت. هنا أضغط على الصورة وأضغط على أنسيري. شاهد الصورة ظهرت هنا. هنا تستطيع حذف أي شيء تريده. تستطيع تصغير الحجم من هنا. شاهد سايز. تستطيع تصغير الحجم كما تريد. أعتقد أنها متوافقة. هنا تستطيع مثلا تغيير اللون إلى اللون الذي تريد. هنا مثلا أي لون تريده ستجده هنا. البولد الكولر جيد. هنا مثلا السيكري سأقوم بتغيير اللون إلى الأخضر. جيد. وهكذا. بعدها ستقوم بالضغط على هذا الخيار والضغط هنا لكي نضع رابط الكتاب الخاص بنا. رابط الكتاب الخاص بنا. تضغط على هنا Edit ونبحث على هذا الخيار Open Show Download File. سنضغط على Download File ونقوم بتحميل الكتاب لأنه لا يوجد فيه كثيرا. هنا الكتاب الذي حملناه سنقوم بتحميله مرة أخرى. هنا ثلاثة. جيد. أوكي. سيتم تحميل الكتاب ومباشرة فالموقع يقدم لك 20 جيجا مجانية أو 10 ميجا تستطيع استهدافها. تضغط على أنسيري. الآن أي شخص يضغط هنا سيتم تحميل الكتاب. هنا كل شيء جيد. داونلود فايل. بعدها سأضغط على سيف تشانج. وهنا أضغط على هذا الخيار. جيد. هنا أنسخ هذا الرابط. تستطيع تغيير الرابط من هنا. أنسخ فقط هذا الرابط من هنا. كوبي. والآن سنتفحصه في نافذة خفية. شاهد كيف سيظهر لك الرابط. جيد. To get the secret to lose weight fast, just download this free ebook. هذا هو الكتاب. وهنا سيجد قراءة the secret to lose weight fast. ويضغط هنا سيتم تحميل الكتاب لكي تتأكد. شاهد هنا. لكن الشيء الجيد في تحميل الكتاب أنه عندما يضغط هنا سيتحول إلى رابط أفيليات وهو رابط سوتريم. يعني الطريقة شغالة 100%. أين ستنشر إخواني؟ فقط ستقوم ب نسخ هذه الجملة، التوجه إلى الجروبات التي قلنا عليها، وتقوم بإضافة منشور. هنا إضافة صورة. ستختار مثلا صورة الكتاب التي قمت بتحميلها، وتستطيع إنشاء بوست. هنا سأضيف هذا الشيء وأضغط على هذا الديسكريبشن. وهنا داونلود فايل. سأقوم بوضع هذا الرابط اختصاره في بيتلي. بيتلي فهو إحدى المواقع الخاصة ب اختصار روابط ومجاني، والجميع في العالم يعرف هذا الموقع. فقط ستنزل إلى الأسفل وتقوم باختصار الرابط الخاص بسيستم آيو. أضغط على شورتين كوبي أو كوبي من هنا. بعدها سأقوم بالتوجه إلى هنا. كليك هير تو داونلود. كليك هير تو داونلود فور فري هكذا. هنا بولد. جيد. هنا نقطتين. وأقوم بوضع رابط. كنترول في. جيد. شاهد فهو مقبول.
بعدها الكتاب هنا أضغط على بوست، وبعد قبول بوست في هذه الجروبات الكبيرة شاهد يحتاج فقط من هنا القبول. أنت ستقوم بالبحث على الجروبات الذي تنشر فيها ولو لا يشفي عدد كبير من الزائرين، مثلا هذا الجروب. سأضغط على أيضا بوست داونلود، أقوم بتحميل الكتاب وإضافة نفس البوست. لا أكثر النشر إخواني، أضغط على بوست. إذا تم قبول البوست يعني هذا شيء جيد، ويوجد أكثر من 6000 شخص مهتم به. هنا تم النشر مباشرة، شاهد إخواني عندما يضغط هنا سيتحول مباشرة إلى الصفحة، وعندما يضغط على داونلود سيتم فتح الكتاب مباشرة أو تحميله، وعندما يتم تحميله سيقرأه الزبون وكل شيء، وصفحة هبوط بسيطة جدا لا يوجد فيها أي شيء، هنا لا يوجد فيها أي شيء سوى هذا اللوجو. هذا هو درسنا لليوم، أرجو أن تستفيدوا منه. إذا وجدتم أي تعليق أو أي تساؤل فقط قوموا بوضعه في التعليق، وأيضا لا تنسوا الضغط على زر اللايك ودعمنا. وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.